هذا السائل من موريتانيا ألف ألف يسأل عن صحة حديث الشيخ يقول: إن استكتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ليس الحديث هكذا، فالحديث إذا صمتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ومنه أخذ بعض الفقهاء أن الصائم لا يتسوك بعد الزوال، قال: لأن السواك يذهب رائحة الصوم، ورائحة الصوم محبوبة إلى الله عز وجل. ولكن أولا هذا الحديث غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك في كل وقت للصائم ولغيره، وقد روي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يستاك وهو صائم. ثم إن رائحة الصيام لا تذهب بالسواك لأنها تخرج من المعدة، والسواك إنما هو لتنظيف الأسنان فقط وإزالة الرائحة عن الأسنان والجفة، أما رائحة الصوم فإنها تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، فلا يذهبها السواك، والله أعلم.